من ضمن الحاجات اللي هي ممكن بقى تتسأل على التمبر الفوسا، ايه هي الحاجات اللي بتبقى موجوده؟ يعني ممكن تلاقي مثلا ايه بيعلم لك علامه كده زي الغشاء الابيض ده كده، يجي في الامتحان يقوم مظلل لك المنطقه دي كلها، فتقول له المنطقه دي كلها هي اسمها التمبرال فوسا، وبيبقى فيه هنا حاجه اسمها التمبرال فاشيا. شايف عند الغشاء ده، الغشاء ده او الغشاء اللي هو الابيض اللي هو رسمه على الجمجمه، دي ده مش لون الجمجمه، ده هنا في غشاء هو رسمه، فاشيا اسمها التمبرال فاشيا اند تمبراليس ماسل. بيبقى في عضله هنا اسمها التمبراليس ماسل. ده يمكن منظر، ده يمكن تاني منظر تاني، ادي التمبرال فاشيا وادي التمبراليس ماسل اهي، برضو ادي منظر تاني، ادي كده الايه، بص هنا بقى، هو هنا بقى دقيق جدا، يقول لك ايه، يقول لك هنا ايه، ادي تمبرال فاشيا بس كات، تمبرال فاشيا قطعها، المفروض تمبرال فاشيا بتغطي التمبراليس ماسل، لا هو كات قطعها ماشي. وده السوبيرو تمبرال لاين، وده الانفيرو تمبرال، وده يمكن فرق فني جدا 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 في الفرق ما بين السوبيرو والانفيرو تمبرال لاين. الماسل يا شباب هتلاحظ ان هي بتاخد الاوريجين بتاعها من الانفيريور تمبرال لاين، بينما الفاشيا بتطلع فوق لان الفاشيا بتغطيها، فبتطلع فوق ليفل شويه، فبتطلع تمسك في السوبيرو تمبرال لاين. في الامتحان ما يفرقش الكلام ده، واخد بالك؟ هو بيرسم لك اللاين، بيرسم لك لاين هنا، فانت تقول والله لا ده السوبيرو او الانفيرو تمبرال لاين، ممكن تقول تمبرال لاين وخلاص، او ممكن تقول له الايه الاريا دي كلها اللي هي على حسب هو معلم على ايه. يعني لو جه عامل خط كده هتقول له والله ده التمبرال لاين فور ذا تمبوراليس ماسل اند تمبورال فاشيا، لو علم لك على الاريا كلها قول له تمبوراليس ماسل اوريجن، اللي هي الاوريجن بتاع التمبوراليس ماسل. يبقى السؤال ممكن يجي في الامتحان حاجتين، يا اما ان هو يظلل لك على كل الايه المساحه دي كده، كل المساحه دي كده، واخد بالك؟ ساعتها تقول له المنطقه دي كده كلها اسمها تمبورال فوسا، وساعتها ممكن يسالك على الباوندريز او الحدود بتاعه التمبورال فوسا، او يقول لك والله طب ايه بقى اللي بيبقى موجود هنا، يعني ايه الاوريجين اللي بيبقى موجود، انهي عضله موجوده هنا، فتقول له التمبوراليس ماسل. يبقى ده سؤال، وممكن سؤال تاني يجي ومعلمك على الخط كده تمام كده. في جامعات بتفرق ما بين السوبيرو تمبورال لاين والانفيرو تمبورال لاين، بس يعني في الغالب ما بنفرقش يعني تمام كده. فانت تقول لي والله ممكن تقول لي سوبيرو تمبورال لاين فور ذا تمبوراليس فاشيا، وانفيرو تمبورال لاين فور ذا تمبوراليس ماسل. يعني كده انت اهو السوبيرو تمبورال لاين فور ذا فاشيا، والانفيرو تمبورال لاين فور ذا ماسل، فور ذا تمبوراليس ماسل كده يعني. او يجي يعلمك على الاريا كلها فتقول له والله دي التمبورال فوسا فور ذا تمبوراليس ماسل. طيب خلاص، طبعا التمبوراليس ماسل يا شباب ده الاوريجين بتاعها بيبقى من هنا من منطقه التمبورال فوسا ومن الانفيرو تمبورال لاين، وبعدين بتبدا ان هي تنزل 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 وتعمل الانسرشن بتاعها هنا في بروسيس هناخده في المانديبول اسمه الكورونويد بروسيس. لما اجي بقى عند المانديبول هناك نذاكر مع بعض المانديبول، هقول لك ادي الكورونويد بروسيس وده انسرشن فور ذا تمبوراليس ماسل سبوت في الامتحان ماشي. بس ده لما نيجي ناخد الايه المانديبول. خلينا دلوقتي في الايه النورما لاتراليس وفي منطقه التمبورال فوسا. برضه يا شباب دي كده مشهد تاني برضه لمنطقة الايه التمبرال فوسا والتمبراليس ماسل. وبمناسبة احنا قلنا التمبراليس ماسل هي تعتبر برضه من العضلات اللي بتنزل من السكال وتنزل تمسك في المانديبول، وبالتالي العضلة دي اللي هي عضلة التمبراليس ماسل هي تعتبر من ضمن العضلات اللي احنا بنسميها الماستيكيشن ماسل، اللي هي بتربط ما بين الجمجمة وبتنزل تحت تمسك في المانديبول، وبالتالي بتساهم في حركة المانديبول أو الفك السفلي، وبالتالي بتساهم في الكلام وبتساهم في الماستيكيشن أو المضغة وكده يعني. طبعا زي ما احنا شايفين ادي الايه الماستيكيشن دي ماسل. طيب ادي التمبوراليس ماسل اللي هي تعتبر نوع من انواع الماستيكيشن ماسلز او عضلات المضغ. في كمان عندنا يلزمنا ممكن يجي في السبوتات عضله هنا تسمى المسيتر ماسل، ودي برضو من عضلات المضغ ماشي. والمسيتر ماسل دي بتمسك في اللور بوردر الحد الايه السفلي من الزيجوماتيك ارش، وكمان تمسك في الانر سيرفيس، يعني بتجيب الزيجوماتيك ارش من ايه من جوه، خد بالك هتمسك في الزيجوماتيك ارش من جوه. وبالتالي انت لو لاحظت معايا كده المسيتر ماسل ديت بتبقى عباره عن جزئين، الجزء اللي بره ده بيجيب من اللور بوردر من الحد السفلي من الحد الايه السفلي للزيجوماتيك ارش، يعني بيمسك من اللور بوردر اوف ذا زيجوماتيك ارش من هنا خلاص كده، حد السفلي من الزيجوماتيك ارش تمام كده. فده الجزء اللي سوبرفيشال في نفس العضله، هي دي كلها عضله واحده ماشي. يعني دي الماسيتر سوبرفيشال، دي الماسيتر ديب. الماسيتر ديب ده دي بتاخد من الزيجوماتيك ارش من جوه